حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما الا الموده في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا وله فيه قرابه فنزلت عليه الا ان تصلوا قرابه بيني وبينكم